ضع سيفك في غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. هذا ما قاله المسيح عندما أراد أحد التلاميذ أن يستخدم السيف. أعزائي المشاهدين، ضيف البرنامج وعن نفسي مقدم برنامج محمد سعيد، يسعدنا أن نقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. موضوعنا حلقة هو عن الحرب وويلات الحرب وما تجتره وما البشرية من جراء الحرب. نريد أن ننظر إلى الحرب في الإسلام والحرب أيضا في الديانات الأخرى. جناب القمص، موضوعنا هو موضوع صعب وهو موضوع أتى بالمصائب الكثيرة إلى البشرية كلها. فترى ما هو وضع الحرب في الإسلام وما هو رأيك في هذا الموضوع؟ هل لك أن تشارك معنا؟ بالتأكيد هو موضوع خطير ولا بد أن الإنسان يناقشه، لأنه ويلات المجتمعات والشعوب هي من الحروب. الإنسان بطبيعته العادية عنده غريزة المقاتلة، ولكن الإنسان لما ينتمي إلى الله ويدي حياته لربنا وربنا يملك على حياته، نعم، بيعمل كنترول لهذه الغرائز، نعم، انضباط لغريزة المقاتلة. فالمفروض أن الله في حياة البشر بيعمل انضباط للطبيعة البشرية بكل غرائزها. ونعم بالله. عشان كده الآية اللي بدأت حضرتك افتتاح البرنامج بيها آية قوية جدا بتاعت السيد المسيح. نعم. ضع سيفك في غمده، لأن بطرس حب يقتل ويدافع، فقال له لا لا لا، ضع سيفك في غمده. ليه؟ لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. يعني هتبقى معارك ومحارق وحروب دائمة وطاحنة. وعشان كده رسالة المسيح كانت رسالة السلام منذ البداية. المجد والله في الأعالي وعلى الأرض السلام. ولما صعد قال لهم سلامي أترك لكم، سلامي سلامي أعطيكم. نعم. لما نأتي إلى الديانة اليهودية فيها حروب، حرب كان بيقوموا بحروب برضو، لكن حروب اليهودية كانت قبل عصر السلام بتاع المسيح، عصر النعمة. ليه؟ لأن الإنسان كان لسه ما فيش نعمة تضبط حياته، فكان ماشي بالغرائز برضو والحرب. بس يتميز ان حروب العهد القديم ما هياش حروب لنشر الدين اليهودي، لان قلنا اليهودية ما هياش دين انتشار، ده قاصر على قبيلة، قبيلة يعقوب، ابناء يعقوب. نعم. واخد بالك؟ لكن لما نيجي نقرا الكتب الاسلامية، ولذلك احنا نقدم معلوماتنا مأخوذة من المراجع الاسلامية، لان ده تاريخ، نعم، محفوظ، والمراجع موجودة في كل مكان. نعم. فإحنا لما بنيجي نقرأ كتب الإسلامية سواء في المكتبات أو سواء في الإنترنت موجودة، فبنلاقي تاريخ عجيب أحيانا بيعملوا عليه تعتيم. لكن الحروب دي موجودة، وموجودة في صميم الدين. يعني مثلا أبسط شيء، نقرأ في الأحاديث في صحيح البخاري باب الإيمان حديث رقم 25، حديث غريب جدا، عن ابن عمر، عن 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 ابن عمر، أن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن وقاتل الناس، ده موجود في صحيح البخاري. احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، ما بنتبلاش بمواضيع، لكن دي مراجع موجودة. صحيح البخاري من أصح الكتب بتاعت الأحاديث. وبعدين عارف يكمل الحديث يقول لك ايه؟ إلى أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شوف بقى اللي جاي، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحيث دائمهم على الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم،
يعني قتل لقتل، لازم قتل. يا يشهد ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا السيف. فده مبدأ موجود. هل تدري يا عزيزي الفاضل والمشاهد يمكن ما يعرفش الحكاية دي، هذه العبارة، هذا الحديث ذكر في كتب الأحاديث الصحيحة كم مرة؟ ما عنديش أي فكرة. تفضل. شوف يا عزيزي، ذكر في صحيح البخاري 7 مرات، وذكر في صحيح مسلم 6 مرات، وذكر في سنن أبي داود 4 مرات، وذكر في سنن الترمذي 5 مرات، وفي سنن النسائي 22 مرة، وفي سنن ابن ماجه 5 مرات، وفي مسند أحمد 21 مرة، وسنن الدارمي مرة، سنن الدار قطني 6 مرات، أما سنن البيهقي فذكر فيها 25 مرة، فيكون المجموع 102 مرة في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذه كلها تتكلم عن القتل. دي الآية واحدة بس، عن الحديث بس. أمرت أن أقاتل الناس، مكرر 102 مرة. 102 مرة، تصور يعني لأهميته بيتكرر باستمرار. والحديث يقول أمرت أن أقاتل، فالآمر هنا هو الله. الله. أنا أتساءل بصراحة شخصيا، أنا نشأت وترعت في بيت مسلم أيضا، لكني أتساءل هل يعقل أن الله يطلب منا أن نقتل كيما نجبر الإنسان على أن يعتنق الدين؟ سؤالك مهم وخطير جدا، أنا لا أملك أن أنا أجاوب عليه، لكن أنا لي المكتوب. نعم. أمرت أن أقاتل الناس. المبدأ في حد ذاته بتاع القتل مبدأ صعب وشديد. ليه بقى؟ يعني دلوقتي يقتل إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني القتل من أجل الإسلام. لكن أنا أعلم كمسلم، عندما كنت مسلم، أن الحرف الإسلام لم يكن لنشر الدين بل للدفاع عنه. بيقولوا كده. نعم، يعني ده اللي بيقولوه وبيبرروا بيه المواقف. لكن ايه رأيك في الآية دي؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الكلام واضح. وعلاوة على ذلك، في الموسوعة العربية الإسلامية الإسلامية تحت عنوان الجهاد مكتوب بالنص والحرف، كان الجهاد حربا لنشر الإسلام. في الموسوعة العربية، الموسوعة الإسلامية. هل هذه الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية ممكن الحصول عليها ومتوفرة فيها؟ موجودة، متوفرة في المكتبات، يعني المجموعة الكبيرة الأصل، ومعملوا لها موجز، يعني أي إنسان بسيط حتى ذو دخل متواضع ممكن يحصل على هذه الموسوعة. بالتأكيد. موجودة في المكتبات؟ موجودة في المكتبات العامة. نعم. أو ممكن مكتبة متوفرة. الأزهر موجودة متوفرة. نعم. وشيخ الأزهر هو اللي عامل المقدمة ليها. نعم. وخبرك ده يخلينا ننتقل إلى نقطة تانية. نعم. هل تدري يا عزيزي الفاضل، وهل تدري يا عزيزي المشاهد، كم هي عدد كلمات القتل والحرب والجهاد والاغتيال ووائل آخره اللي موجودة في القرآن وموجودة في الأحاديث؟ أنا عملت لها حصر إحصاء، وعملت الإحصاء ببساطة، وكل واحد يقدر يعمل الإحصاء ده. يخش على موقع الأزهر في الانترنت ويطلع القرآن ويحط في السيرش كلمات القتل والقتال والحرب والاغتيال وواخده، ويجمع عدد ما هيطلع من القرآن ده، وبعدين نفس الشيء يعمله مع الأحاديث، ويشوف في الآخر هيطلع قد ايه. عارف طلع معايا أنا قد ايه؟ 35213 كلمة عن القتل والجهاد والاغتيال والحرب.
35213. يا ساتر. آه. يا ساتر. أنا أذكر قول المسيح بعدد أيام السنة في الكتاب المقدس الذي يقول لا تخف. أنا معك. أي صح مظبوط لا تخف. لكن الوضع صعب قوي، صعب خالص. يعني التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي زي ما قال أحد المؤرخين الإسلاميين أنه نهر من الدماء. نهر من الدماء. يعني تتصور مثلا حرب بين علي ابن أبي طالب وعائشة زي ما بتحكي الكتب التاريخية، وقعت الجمل 3000 واحد في يوم من الطرفين، وبعدين في الآخر اليوم اجتمعوا هما الاثنين ناس يصلوا على الشهداء. موضوع علامة الاستفهام، يا ترى الشهداء بأنهم فيهم؟ 3000 شهداء يعني اللي قتلوا اللي اتقتلوا؟ ولا الشهداء دول بتوع علي بن أبي طالب؟ ولا الشهداء دول بتوع عيشة؟ ولا كلهم شهداء؟ علامة استفهام كبيرة ما أقدرش أجاوب عليها. نعم. أيضا قام على فكرة، نعم، لما تيجي الرسول في المدينة قعد 10 سنين بعد الهجرة، لأنه توفى في 10 هجرية، فعشر سنين في المدينة. هل تعرف كم غزوة وسرية وبعثة وحرب وفتح عملهم في 10 سنين؟ لا أعلم. 84 طلعة، طلعة سرية، بعثة، حرب، موقعة، 84. هو ما اشتركش في ال 84 لأنه كان بيبعت السرايا وبعد. ده كتب التاريخ بتقول كده، كتب السيرة النبوية بتقول كده. أكاد أسمع تقول أن الإسلام كله ابتدأ في الحرب وانتهى في الحرب، لكن نحن نعلم أنه ليس كذلك كمسلم. يعني إزمال إيه؟ متى بدأت الحروب في الإسلام؟ الإسلام ابتدأ بنشر الدعوة السلمية، دعوة السلام. ده صح. نعم. كلامك سليم 100%. الإسلام في مكة بدأ مسالما. نعم. طول مدة وجود النبي محمد في مكة بدأ مسالما. لكم دينكم ولي دين. ما علي إلا البلاغ. إنما أنا مبشر ونذير. كلام وإن ما سمعوا لكش وتولوا ما تسألش عنهم. ابتدى لما يروح المدينة الأوضاع تختلف. لماذا اختلفت الأوضاع؟ اختلفت الأوضاع لأن في المدينة قويت شوكته. يعني في حاجة اسمها الإسلام المستضعف لما يبقى ضعفة، وفي الإسلام القوي لما يستقوى. في مكة لم ينتشر كثيرا الإسلام بعد. كان ضعيفا. 72 واحد اللي أمنه طول مدة الرسول في مكة. كم؟ 72 واحد بس. 72 بس. فالفكرة أنه كان إسلاما ضعيفا، كان لسه ضعيف. فلازم يسالم وإلا حيطيروهم. لكن لما تقوى بقى، يعني تقوى بالغنائم من القوافل بتاعت قريش وهي راجعة من الشام من الغزوات، ابتدى يجيش جيوش ويدرب جيوش ويعمل جيش، نواة لجيش، وابتدى ان هو يغزو. وتعتبر غزوة بدر نقطة تحول في تاريخ الإسلام. لأن في أحد ضرب، في بدر انتصر ونال قوة كبرى. نعم. فيبقى يعتبر فعلا بدأت الحروب في الإسلام والاتجاه إلى الحرب واستخدام السيف والقوة في المدينة، ومن هنا انتشر القضية. عارف يا عزيز الفاضل؟ نعم. القضية أخطر من كده. القضية إن في آيات قرآنية زي ما قلنا تحض على القتل. نعم. قاتلوهم حيث ثقفتموهم أو وجدتموهم. يعني. وهذا المقصود في من؟ قاتلوا المشركين. المشركين. أولا. نعم. وبعدين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا يدينون دين الحق. نعم. من أهل الكتاب. تغير الكلام. هنا بقى التوبة. آية 29 لأول مرة ينقلب الوضع
ضد أهل الكتاب، لأن قبل كده كان مسالم، مسالم مع أهل الكتاب. نعم. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأقول. نعم. دي كلها حقائق موجودة في القرآن. نحن لا ندعيها ولا نتهم. دي حقائق موجودة ولابد كل إنسان يفتح عينيه ليها ما يمررهاش. فكان تحول خطير لموقف الإسلام ضد أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود يعني. نعم. إن أردنا أن نقارن رسالة الإسلام برسالة المسيحية، فهل تجد أشياء مشابهة أو متشابهة بين الطرفين بالنسبة لموضوع الحرب والسلام؟ بالنسبة للحرب والسلام، نعم. لا، تشابه ما تلاقيش، ما أعتقدش، لكن نلاقي تناقض. لأن السيد المسيح بدأ رسالته بالسلام وأنهاها بالسلام. يعني يوم مولده ظهرت جوقة الملائكة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويوم ما ترك العالم وصعد إلى السماء رفع حيا، وده بعد الصلب بخمسين يوم أو أربعين يوم الصعود، قال كده سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. فالمسيح كان رئيس سلام، رسالة سلام. لكن لما بنلاقي الإسلام بآيات قرآنية وأحاديث وتاريخ السيرة النبوية اللي موجود على الانترنت، كتب الوقدي، ابن هشام، دائرة المعارف الإسلامية، كلها بتشهد هذا. طب أنا عايز أقول لك حاجة حقيقة. فضل. طالما نحن في صدد الآيات المدنية والآيات المكية، هل تعلم أن آية واحدة وهي سورة التوبة آية 5 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله أو قاتلوا المشركين نسخت ولغت تماما 124 آية عن السلم؟ ترى أين هذه الآيات؟ في القرآن. يعني كان في القرآن مكة كله آيات مسالمة لكل الناس، مسالمة. لما في المدينة قوية الشوكة وابتدى الوضع ينقلب إلى اتجاه دولة وتجنيد جيش، آية نزلت، آية واحدة لغت 124 آية للمسالمة. شيء رهيب طبعا، شيء رهيب، يوري لك إلى قد إيه لقينا إسلام جديد. التاريخ مش بنتكلم من نفسنا، احنا مش بنحلل تاريخ، لكن احنا بنقرأ التاريخ لا أكثر ولا أقل. صدقني إذا كان الكلام ده غلط يتصرفوا لهم صفة في كتب التاريخ والكتب اللي موجودة في على الرفوف دي. يعني أقترح لهم اقتراح لطيف، يعني عثمان بن عفان عمل إيه في المصاحف؟ حرقها. نعم. حرق ست مصاحف وقال لك مش عايزين غير المصحف ده. طب ليه ما يلموش الحاجات دي كلها ويحرقوها ويخلوا هم يعملوا تاريخ بقى مهذب لطيف جميل ويحرقوا الباقي؟ التاريخ لا يغير نفسه، التاريخ لا يغير للأسف. لكن طالما أن هذه الأمور مدونة في كتب كثيرة كما تفضلت، فأنا بتساءل أيضا معك، لماذا لم تطرح هذه الأمور كلها على مسامع الناس؟ الكثير من الناس يجهلها، والكثير من الناس أيضا لديهم أسئلة كثيرة، لكن تعودت وأنا أحد الناس أن لا أسأل، لأن السؤال في هذه الأمور أمر شائك، وكثير منها أشياء حرام أن نسأل فيها. بكل أسف شديد دي التربية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. دي القضية. أقول لك أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر
ألا يعرفوا حدود الله. آية قرآنية. فهي دي المشكلة والقضية، التعتيم. بل في حاجة تانية أكبر من كده مشكلة. في ناس بيقروا الحاجات دي يقروها نعم ويقروها افتخار. أرأيت قوة الإسلام، هزمنا الروم والفرس، غلبنا البلدان واستولينا عليها، قوة الإسلام. تصور يعني ده تاريخ برضو، تاريخ بيتقال، واخد بالك؟ لكن الفكرة الروحية فين؟ العلاقة مع ربنا في الدين راحت فين؟ هل الدين هو شوية حروب ويقضي الإنسان عمره في حروب، ولا الدين هي علاقة حب وسلام بين الإنسان وبين الله؟ نعم. عارف الكتاب بيقول آية خطيرة، بيقول إيه؟ فضل. لا سلام قال الرب للأشرار لأنهم كالبحر المضطرب الذي تقذف مياهه حمأ وطينا ولا يستطيع أن يهدأ. الله عايز يعطي سلام للناس. طب أنا أسألك سؤال، فضل. هل تعلم كم من القبائل اليهودية أبيدت من الجزيرة العربية؟ نعم. ثلاث قبائل، قبيلة بني قريظة، وقبيلة بني النضير، ويهود خيبر. إبادة كانوا يجيبهم كده ويقتلوهم، يقتلوا الرجالة بني قريظة بالذات، جابوهم وقتلوهم في يوم واحد، واخدوا النساء والاطفال، باعوهم وبجابهم بتمنهم اسلحه، لانهم يهود او لانهم مش مسلمين، لم يؤمنوا، الفكره بيسمع. لا يهود ولا نصارى ولا مشركين ولا كفره، الفكره قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولا ما قالش بس. فان لم يدخل في دين الحق فينبغي أن يباد. مش كده؟ نعم. فالأمور خطيرة فعلا، الأمور خطيرة فعلا. ليه؟ لأن الحرب في كل مكان. وبعدين اسمح لي، يعني النهاردة لما بنيجي الجماعة الإرهابيين، الإرهابيين دولت بنقول إنهم متطرفين، ولما تيجي تسأل الإرهابي يقول لك لا أنا ماشي على سنة الله ورسوله، ويجيب لك كم من الآيات القرآنية. وده الدفاع اللي كانوا بيعملوه في المحاكم لما كانوا بيقبضوا على الإرهابيين ويجوا حكموهم، فيقف الدفاع يجيب كم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة النبوية إن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فالقضية استغلها الجماعة الإرهابيين وأثاروا الفوضى في كل مكان والحروب في كل مكان. يمكن في ناس متعقلين من أحبائنا المسلمين متزنين لجأوا إلى السياسة والحكمة وتركوا السيف، ولكن هناك أيضا جماعات تلجأ إلى السيف ويقول لك إن هو ده الإسلام الحقيقي. يعني مثلا الإخوان المسلمين، بدأوا في الأول برضو بالقتل والسيف وسيف الإسلام، وبعدين لما حصل الهجوم عليهم وحبسهم، فاللي حصل إن ابتدوا يتعلموا السياسة، فانقسم منهم الجماعات الإسلامية إرهابية والإخوان المسلمين سياسة، اللي هو بقى خدوا بمبدأ الإسلام المستضعف إلى أن يقوى. الجماعة التانيين الإرهابيين قالوا لا ده قوة، إحنا لسه في القوة. فده بيغذي، يعني المبادئ دي بتغذي. نعم. مش كده برضه؟ نعم. لكن اللي إحنا بنطلبه وأطلبه من جميع المشاهدين، إحنا محتاجين إلى تفهم الأوضاع، إلى قراءة التاريخ بوعي، بوعي. وكل إنسان يفكر هل يا ترى الحرب النهاردة والقتل ده يصلح لمجتمع جديد النهاردة في الدنيا؟ في حقوق إنسان وهيومان رايتس،
وفي احترام الرأي والرأي الآخر. ولا هو نفس النمط والنموذج هو اللي راح يستمر؟ نعم. ما دي القضية اللي لازم تبحث وتطرح على بساط البحث. وأنا يعجبني الشيخ عبد الستار، عبد المعز عبد الستار، إن هو بيقول لك محاكمة، خلينا بلاش كلمة محاكمة، خليها تقييم. الكتب السماوية ومبادئها وتعاليمها عشان خاطر يتمسك بالأفضل. أما الإنسان الذي عرف طريق المسيح يتمتع بسلام المسيح داخليا وينشر السلام في الخارج. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أنا بصلي من قلبي وبدعي وبقول يا رب اسكب سلامك في القلوب، اعطي سلاما للنفوس وسلاما للمجتمعات وسلاما للأوطان والحكومات وسلاما للعالم أجمع في كل مكان، حتى يتعرف الناس عليك يا رئيس السلام ويعيشوا دائما في سلام. آمين. آمين. شكرا، لقد أدركنا الوقت ولنا لقاء آخر في حلقة أخرى. السرور. أعزائي المشاهدين، قال النبي داود عليه السلام: كلام الرب نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض، ممحوس سبع مرات. أنا لا أعتقد عن نفسي أن كلام الله لخليقة والإنسان أن ينشر كلمة الله في بطريقة الحرب والإجبار. وأنا أتساءل أيضا كما تساءلت في الماضي أسئلة كثيرة كانت تدور في خاطري لم أستطع أن أسألها في سنين. نحن نسأل عن الذين لا يستطيعون أن يسألوا. نسألك عزيزي المشاهد، هل راودتك هذه الأفكار؟ الله يقول امتحن الكتب. شكرا وإلى اللقاء.